بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة السابعة من تدريب على الـ HTML 5 و CSS 3. وفي الحصة السادسة والحصة الأخرى كنا شفنا كيفاش نافيشيو ليماج، زعما كيفاش نوريو ليماج لليتيليزاتور. وفي هذه الحصة غادي نشوفو إن شاء الله واحد لي دو باليز، واحد جوج باليزات اللي هما مهمين لجوجل اللي غادي ندوزو ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. كنمشيو لاباج ديالنا، هي كنديرو دائما كليك دروا كيما وريتكم. كنمشيو نوت باد اللي هو مصور ايديت ويد نوت باد، كنحلوه، كندخلو لاباج ديالنا. كيما شفتو شفنا الاش ان والاش دو والاش تروا والاش كات والاش سانك والاش سيس اللي هما لي باليز لي تيتر. لي جينيرالمون كنخدمو غير تلاتة، الاش ان والاش تروا، و تا هما مهمين لجوجل، لان من بعد غادي نظهر لكم واحد ليكم واحد الدرس جينيرال على الريفيرونسمون على جوجل كيفاش كيقرا. ومن بيناتهم هاد لي باليز لي غنقراو اليوم اللي هما سترونغ و عام، حنا غادي نشوفوهم دابا. كاين ليماج كيما قلنا هنا، هذا الريبرتوار اوتوس، درنا اوتو لوغو بي ان جي. علاش كندير لكم زرا باش نفكركم، ليكستنسيون بي ان جي، كاين جيف، كاين بي ان جي، كاين جي بي جي، كاين بزاف ديال لي زيكستنسيون ديال التصاور، وكاين واحد العدد ديال الاسماء ديال التصاور. غادي نشوفهم ان شاء الله. كيما قلت لكم غادي ندير واحد الدرس جدر خاص اون انيكس على التصاور على لي زيماج، واحد الدرس مهم بزاف اللي داخلو غندخلو انا في الاش تي ام اي، حيت الناس ما كتعرفش كيفاش تتعامل مع لي زيماج. اكثر واخا كيقراو كاع في المدرسه وهذا ما كيعرفوش، واخا كيقراو لا تكنولوجي ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع ليماج. انا شفتهم، كاين دي انجينير كاع والله الكريم الا تلاقيت معاهم ما كيعرفوش يتعاملوا مع لي زيماج. ولي زيماج راهم مهمين بزاف في السيت، لان ما كاينش شي سيت. هو علاش كيدخلنا حنا للانترنيت؟ هو لي زيماج ولي ليستراسيون وبزاف ولي فيديو. وشفنا هاد البي ار هادي، هي اللي كترجع لا لين، ولا كتقطع لنا الباراغراف الاقسام، دي بارتي باراغراف كتقطع لي بارتي، ياك. دونك اليوم غنمشيو نشوفو ديريكتومون، غنشوفو هاد لي باليز اللي هما. اول باليز هي نشوفو هاد ستوندار اللي غنديرو فيها سترونغ، هي سميتها سترونغ. كنسدو لا باليز كيما وريتكم ديما، وكنجيو مورا. دابا حنا كنخدمو في وسط التكست باش او ميم طون تعرفوا كيفاش تخدموا في وسط التكست. كنمشيو مورا الكلمه اللي بغيناها، هذيك هي اللي باغيينها تكون هكاك. كنديروا لها عاوتاني، كنسدوا لاباليز موراها وكنديروا سترونغ. دابا حنا ماشي بحال كنديروا لاباليز ونسدوا عاد نكتبوا وسطها، باش تكون عندكم كاع لي تكنولوجي كاع لي تكنيك. دونك سترونغ كنكتبوها وكنجيو ليك الكلمه اللي بغيناها وكنديروها مورا سترونغ كنسدوها. دونك ها الكلمه اللي معنيه بالامر اللي هي خاصها تكون مهمة. هاد سترونغ كتعني مهمة، ولا هي كترجم في الكتابة كتولي غليظة شوية، وجوجل كياخدها بعين الاعتبار في الريفيرونسمون ديالو، أولا في الاس او سيرش انجين اوبتيميزيشن. واحد الروبو ملي كيشوف هاد سترونغ كيتوقف عليها، كياخدها بعين الاعتبار، كيديرها في يدو كيعقل عليها، وكيمشي كيكمل كيقرا السيت. دونك واحد الروبو اللي كيقرا السيت بحالو بحال بنادم، وكي ايفاليي زعما كيعبرو وكيعطيه النقاط، كيعطيه السلبيات واللي مزيانين واللي خايبين، وكيعطيه النقاط. لان الريفيرونسمون حنا نخرجوا للموضوع، ولكن من بعد غنتوسعوا فيه شويه، غندير لكم واحد الدرس حتى هو انيكس على الريفيرونسمون. دونك هاد ستوندار ولا هاد سترونغ داخله في دوك لي باليز اللي كيعترف بهم جوجل ولا الروبو جوجل. غادي نسدو، غادي نريجستريو لاباج ديالنا ونشوفو شنو طات. واخا غنجيو لاباج، وغادي نمشي نشوفو الكلمة إن شاء الله كيفاش ولات. فوالا، فين هي سترونغ؟ هاهي ستوندار، ستوندار درنا سترونغ، هاهي باش تشوفوها، هاهي سترونغ ستوندار، ليكستري ستوندار،
الاكستريم بقات الفوق ها ستاندار اللي هي خرجت كحله مزيان غليظه ها هي ستاندار ها كي خرج ستاندار داكور الوغ غادي نشوفو عاوتاني واحد لاباريس اخرى ان شاء الله اللي هي حتى هي مهمه لجوجل بحالها بحال مهمه بحال اللي كيشد هذه ستاندار كتقول له راه مهمه حتى هنا عاوتاني كتقول له حتى هي راه مهمه غير هي كتكتب في واحد الشكل اخر كتبه ديالها بشكل اخر هي او ام وكنجيو في الاخر ديال لي كيومي حنا في كيومي لي كيومي غندخلوهم في وسط او ام وغنديرو او ام تاني غنسدوها كنجيو هنا وكنسدو او ام ها كنديرو او ام في الاول هذاك التكست اللي بغينا يكون مهم واللي هو انكليني غيخرج ايطاليك اون ايطاليك صدير انكليني انتم غتشوفوا من بعد وكنجيو في الاخر ديالو هذاك لو التكست اللي بغينا يكون وكنسدوه او ام في الاول ديالو كندير او ام كناخذو مثلا فراز ولا كلمه ولا جوج كلمات ولا ثلاثه كلمات صافي بون اللي بغيتو وكنجيو في الاخر ديالي انا خديت تقريبا ان فراز تقريبا او ام وجيت هنا ودرت او ام حنا نشوفو كيفاش غادي يخدم كيفاش غادي تعطينا لابارونس ديالها ولا كيفاش غادي تبان لنا نديرو هكا غادي نجيو هنا بلا ما نبقاو نديرو لاباج غنبقاو نرافريشيو غير هنا احنا رافريشينا شوف كي ولات شي كي ولات دونك هادي ديفيني بيس بونوروم اي مالوروم هادي راه ستان لاتان اللي مكتوبه في واحد الوقت قديم كانت واحد الهضره بحال هكا دونك هذا راه كتسمى اللاتينيه فينينوس بونوروم اي مالوروم دونك شوف كيفاش ولات اون ايطاليك حتى هي كي ياخذها من عين الاعتبار جوجل ها اللي هي او ام و او ام داكور كنتمنى تكونوا فهمتوا وهي كتجي اون ايطاليك ملي كتكتب كتكون هكا اون ايطاليك كتبان اون ايطاليك لان هو كياخذ هو ما كيقرا كيقرا هاد لي باليز هادو كياخذ بالعين الاعتبار ديالو وحتى حنا كنزينوا بهم مثلا بغينا شي حاجه نبدلوها على مثلا هادي راه كنبدلوها ليتيزاتور باش تبان له غليظه داكشي علاش جوجل حتى هو جوجل الروبو ديال جوجل كيشوف بحالو بحال ليتيزاتور ها من بعد غندير لكم واحد الدرس انكس على الريفيرونسمون على لي باليز اللي كيخدم بعين الاعتبار في المستقبل ان شاء الله يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غادي اورجستريو لي باز لي باليز وفي الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا لي ليست